بعد آخرة يقبو على خير يقفو ثري فوق الزهو. هو الأشويق الذي ودعت به الفتاة التي تبلغ 16 عاما قريتها، الأغنية التي رثت فيها حالها، وهي الأغنية ذاتها التي حررت فيها نفسها من قيود مجتمع منعها أن تغني وأن يصطح بصوتها وأن تكون مغنية كما أرادت دائما. بودكاست نساء من الجزائر تعرفكم على النشريفة أو شريفة وقفو، أيقونة الطرب القبائلي وعميدة الأشويق وأرار الخلف. المطربة الشريفة واسمها الحقيقي ورضية بوشملال ولدت سنة 1926 في قرية المايل بأعالي جبال الجعافرة في ولاية برج بوعراريج. وتحت ضغط العائلة وقيود المجتمع والتقاليد آنذاك، قررت أن تخرج من قريتها في سن 16 وفي طريقها إلى العاصمة وهي تغادر أقبو على متن القطار غنت ابقى على خير يقبو. طرقت أبواب الإذاعة في زمن كانت فضيلة زيرية ومريم فكاي وهاجيرة بالي وليامينة وأخريات كنا يؤسسن الإذاعة ويصنعنا أسماءهم. وبرفقة أوركسترا الإذاعة أخذت شريفة مكانا لها بفضل صوتها المتميز وموهبتها الكبيرة في التأليف والتلحين. وبعد 4 سنوات وفي السن 20 وقفت لأول مرة فوق المنصة لتحيي أول حفل خارج الوطن بفرنسا، ثم سجلت حضورها الدائم في الإذاعة إلى جانب جولة وقفت خلالها أمام الجماهير في جزر الكناري، ألمانيا، أمريكا، إيطاليا وإنجلترا. في ريبرتوار شريفة أغاني ما تزال تغنى ويعيد ترديدها الجيل الحالي، بل لا تكاد الأعراس تخلو من أغانيها. ومن أبرز هذه الأغاني سنيوة دي فنجال، أي زرزور، الشيخ حداد، أيولي والصفر، أشرح سوماس ويجاي، وعشرات الأغاني الأخرى. الفنانة شريفة كانت قد حظيت بتكريم كبير من أبناء ولايتها سنة 2008، أطلق عليها اسم ثغالين أي العودة بعد 65 سنة من مغادرتها مسقط رأسها. لكن بعد أشهر من تلك المبادرة فضلت الفنانة شريفة العودة إلى الجزائر، وعانت في الأشهر الأخيرة متاعب مع المرض لتغادر الدنيا عن عمر ناهز 88 سنة، تاركة وراءها إرثا فنيا كبيرا يتمثل في أكثر من 1000 أغنية وقصيدة ألفتها ولحنتها، 700 منها مسجلة على مستوى الإذاعة. توفيت في 14 مارس 2014 ووري جثمانها الثرى بمقبرة المايل بمسقط رأسها. وهذه امرأة واحدة من نساء الجزائر.